ورجعنا لكم تاني، وصلنا لفقرة التغذية. وناس كتيرة بتعمل أنظمة غذائية يعني مش عارفة هي بتخنها أكتر ما بتخسسها، من الكيميكال دايت للصيام المتقطع لي أنظمة كتيرة جدا. النهاردة هنتكلم عن الأنظمة، ايه احسن نظام ممكن الواحد يتبعه، ايه العوامل، ايه المساعده للموضوع ده. ضيفتي النهارده يا خبير تغذيه دكتوره صفا فتحي. مساء الخير، وازيك؟ ازيك يا قمر؟ سوري معلش. طبعا الستات والرجاله كمان، بس يمكن الستات اكتر، كل شويه تطلع لها برجيم وتبدا فيه وبعد كده ترجع، يمكن يجيب معاه نتيجه بس بعد فتره ترجع هتتخن تاني، او يمكن ما يجيبش معاه نتيجه خالص. فانت من وجهه نظرك انسب نظام غذائي واحده ممكن تعمله ايه؟ هو دلوقتي المفروض حاجه اسمها اللو كارب. اوكي. اللو كارب اللي هو هنقلل فيه كميه النشويات والكربوهيدرات، وهعتمد على ان الوجبه الرئيسيه يكون فيها بروتين ودهون صحيه. ده الطبيعي اللي المفروض ان انت تمشي عليه عشان تمنتين لايف هيلثي لايف، اللي هو اللو كارب. او ان انت تحطي في اعتبارك انك تاكلي اللي انت عايزاه وتشيلي اضرار الوجبه اللي انت تاكليها. يعني ساي حتى الادويه اللي انا جاي اتكلم عليها النهارده كلها بتمشي على الكونسبت او المدرسه دي، انا احط الاكل انا عايزه بس اشيل ضرر الاكل. الاكل براحتك ولكن خد بالك لازم اشيل ضررها. الضررها اللي هو ايه؟ زياده الجلوكوز اللي بتبقى موجوده في الوجبه، السعرات الحراريه اللي داخله لي اكتر من وزني، اكتر من اللي انا محتاجاه في اليوم. وبالتالي انا كل لو قللت 500 سعر حراري على اللي انا محتاجاه في 2000 سعر حراري مثلا متوسط، انا هخس. لا فاهميني، يعني ايه اكل كل اللي انا عايزاه بس ايه اشيل اضراره؟ مش فاهماها. يعني انا دلوقتي بقول لك ان المركب اللي انا هجيبه في الكبسوله السحريه العجيبه بتاعه النهارده فيها اعشاب حارقه زي اللي احنا متعودين عليه. انا باخد شاي اخضر بيخليني حاسه انها خفيفه مثلا. طبعا في اعشاب كتيره جدا جوه الكبسوله بتعمل الهدف ده اكتر من الشاي الاخضر، فاهماني؟ أوكي. مش محتاجه ان انا اقول ايه هي، لانها كتير جدا، خلاصه اكتر من نوع في الاعشاب الموجوده في العالم موجوده في الكبسوله دي. هتاكلي وهتخس، هتقوم بالدور انك تبقي خفيفه، مش خفيفه بس هضمت الاكله، لا ما كانتهاش موجوده. طب خالص. لا كلمينا بقى عن الـ عن الـ عن الكورس اللي انت جايبه. النهارده كورس معجزه. انا عارفه انت ازاي بتحبي تفيدي كل الناس اللي حواليكي وتعلميهم حاجات جديده. النهارده الكورس اللي انا جاي اتكلم عليه اعشاب طبيه طبيعيه 100%، اعشاب وكبسولات ونقط، والمفروض ان هم بيقوموا بخسسانك في الشهر متوسط ل 12 ل 15 كيلو. طب كلمينا بقى واحده واحده عنها. الكبسولات هصحى الصبح اشرب كوبايتين ميه واخدها. دي بتعمل ايه؟ الكبسولات دي فيها كذا نوع من الاعشاب. اول نوع اللي احنا بنعتمد عليه انه يملى لي معدتي 70%. يبقى كده مش هاكل اللي انا عايزاه. لا هتاكل. لا مش هاكل بس انا مش هقدر اكل زيك. لا ايوه بس لا ثانيه واحده ثانيه عايزاه ولا لا؟ انا مش هقدر اكل اسمها. ما انا عارفه بس أيوه. انت بتاكلي انت عايزاه ولا لا؟ بس انت طبقك طبق رشيق وبودر. ايوه اصل انت هاكل اللي انت. لا معناها كده يعني ان انا انت الكبسوله دي لما تنزل هتنفش في المعده، فبالتالي انا مش هقدر اكل. زي بالظبط عمليات التكميم. هو أيوة. كورس تكميم. اوكي. انت بتبقى السايز بتاع الوجبه بتاعتك اللي كان اوفر سايز هيتقلص، ولكن الفرايتيز في الاكل انا مش هتكلم فيها. بس انا مش هقدر اكل. اوكي طبعا. انا مش هخليك تقدر تاكل. أوكي. وكمان في حاجات بلس، يعني انا كنت اوريدي امليت لك المعده. اوكي. وساعدت ان العضله بتاعت المعده والبروتين ده يضم ويخليه يقل، وبمناسبه ان هو اتملى قليل بقى هو كمان ياخد الشيب الجديد زي ما بيحصل بالظبط في التكميم. بلس كده في اعشاب بتحرق وبتنظف وبتخلي الغدد اللي بتساعد على الحرق شغاله والكفاءه بتاعتها الطبيعيه. طب خليني عشان المشاهدين ما يتلخبطوش، يعني انا اول 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 نوع من الاعشاب املى معدتي كلها خلاص، وهيبقى عندي الشهيه عاديه، اختار وجبات وغصب عني مش هقدر نقطه نقطه نقطه. اوكي حلو قوي. بعديها بقى حاجة الدهون ما تتخزنش. أوكي. ونظف الفاتي ليفر. كل دي حاجات موجوده حتى في الادويه المصريه اللي موجوده في الصيدليه عادي. أوكي. يعني كل الحاجات دي متاحه وبتنظف الكوليسترول العالي والدهون الثلاثيه اللي موجوده في الدم. أوكي. موجود جوه كبسوله. طب وبالنسبه للامراض اللي بتكلم عليها مقاومه الانسولين والحاجات الجديده دي كلها موجوده في الكبسول. الكروميوم اكيد يعني مين عارفه الكروميوم وقد ايه مهم جدا للانسولين سنسيتيفيتي، موجود وبكميات كبيره تساعدك على الحرق. النهارده كورس معجزه. أنا متأكدة إن كل اللي النهارده المشاهدين بتوعك لما هيسمعوا الكلام ويتصلوا ويشوفوا قد إيه الكورس ده قنبلة
يعني يشكروكي وهيتمنوا ازاي يبقوا حلوين ورشاقه زي كده. طيب كملي لنا انت ما تتوهناش دلوقتي خلاص عن الاعشاب، بعد الاعشاب انا مش متوهج بس انا فعلا النهارده عندي حماسه اوفر، اولا لاني شفتك حبيبتي ربنا ودي حاجه كانت جميله جدا، ربنا يخليك. تاني حاجه ان الكورس فعلا انا جايه النهارده عايزه الناس اللي بيحبوكي وانا منهم يسمعوا خليك. الكلام اللي انا جاي اقدمه النهارده كبسولات واعشاب ونقط. تاني حاجه انا اتكلمت على الكبسوله بصوره وفيره ان هي الياف هتملى مش هتاكل، والياف هتنضف الفات ليفر، الياف هتعمل تارجتنج على دهون البطن، ثلاث حاجات او اربع انواع، المهم ان هي معجزه من 12 ل 15 كيلو حلو. ونقط اللي احنا هنحطها على كوبايه الميه والاعشاب اللي هي الديتوكس اللي هي تبقى صوره من صور ازاي ادخل كميه ميه جسمي. اوكي تمام، يبقى كبسولات واعشاب ونقط. اللي انا بتكلم عليه النقط بتحرق الاعشاب بتعالي الحرق والاعشاب ديتوكس. طب الكورس ده بناخده قد ايه؟ الكورس ده لمده شهر، لمده جاي النهارده اقدم لهم 30 يوم تحدي معاهم كمان هدايا بمناسبه. طبعا انا شفتك النهارده النهارده الهديه الاولانيه هيبقى كريم ترهلات بنترات الذهب، حاجه اسمها ماده والاوميجا وفيتامين سي واي اسمه لينوكس، كريم لينوكس مرخص من وزاره الصحه، قوي جدا لشد الجلد والترهلات. طبعا لوزنج اوف فات كميه كبيره بتؤدي الى ارتخاء في الكن، ده مهم جدا نعوضه بمواد طبيعيه برضو وجميله وراقيه وغاليه تدي تكتشر للجلد حلو وتخلي الايجنج يبقى وزنك وسنك حلوين. وكمان الهديه الاخرانيه سكر الدايت، انا طبعا من خلال برنامج بقول لكل الناس لازم يمنعوا السكر الابيض. السكر الابيض ممنوع تماما، السكر العشبي، الزهرات الطبيعيه المرخص من وزاره الصحه بديل صحي ليك، هتفضل في حياتك هتاكل كل الحلويات اللي تحبها ولكن بطريقه امنه. يبقى كبسولات واعشاب ونقط عليهم 70% خصم، عليهم ثلاث هدايا اقوى منهم، عليهم كبسوله اسمها كبسوله التثبيت هحكي عنها طبعا دي هديه، تاني حاجة الحزام، تاني حاجة الكريم اللي بيشيل ترهلات، آخر حاجة سكر دايت. النهاردة كورس عبقري وعايز أحكي لك على كبسولة التثبيت اللي أنا جايباها النهاردة. ده بعد ما بيخلصوا الدايت بقى، بعد ما بيخلصوا الكورس ده بياخدوا بقى التثبيت. التثبيت دي بتعمل إيه بقى؟ أستاذة أمينة لما نيجي نقيم دكتور، لما بيجي يقيموا دكتور ده نجح في الدايت ولا لأ، حاجة أنت قلتيها حلوة قوي وأنت بتعمل انترو، بتقولي ريباوند ده بيرجع قد إيه؟ ازاي الناس تخس وتزهق، هي وصلت بالكيميكال حاجه واو اوكي، بس الريباوند ارجع ولا مش هرجع؟ انا هسيب واكل طبيعي اروح راجع تاني اللي انا عملته كله. كبسوله التثبيت دي جارد بقى فيها برضو توليفه من الاعشاب الطبيعيه تمنع رجوع الوزن، هتتقدم لك هديه. ايوه دي هتمنع رجوع الوزن زي انها برضو هتنفش في البطن ولا هتعمل لا ايه؟ لا طبعا هتخلي اولا احد اسباب ان الواحد بيخزن الدهون هي الحاجات السموم اللي بتبقى داخله جوه الوجبه، هو زي المغناطيس كده بيشيل الجلوكوز وبيشيل السموم اللي موجوده جوه الوجبات. كلتي اكل جانك فود فيه حاجات كتير قوي مهدرجه وحاجات مش كويسه، الجسم بيتخلص منها مش في الفضلات في تخزينها، هي عامله زي الماجناتيك كده المفروض بالانزيماتيك بروسيس بتاخد. بس برضو مع التثبيت ده لازم الواحد يبقى مركز هو بياكل ايه، يعني مش هناكل 30 يوم الادابتنج والعادات بتتغير وانت خلصت 12 هتطمع تاخد 12 تانيين، وكل ما بتزود عدد الكورسات وانت بتتكلم مع الطبيب المختص اللي هتتصل بيه ويتفق معاك فتره طويله عاده جديده معروفه، فتره طويله من الهابتس، فترة طويلة من تمرين، فترة طويلة من انك ضغط على نفسك بتاكل حاجة معينة، مش نوع معين، النوع المعين هو فشل الدايت. انا طلبت منك تاكل كذا وكذا بس. لا ننوع في كل حاجة، ناكل طبيعي عشان لما نرجع تاني هنفضل ناكل طبيعي. أكيد أنت بتاكلي طبيعي بس أنت أيقونة الرشاقة، يعني كل الناس عايزة تاكل كيك، عايزة تاكل كذا، عايزة كل ولكن كل حاجة بناكل كل بس كميات معقولة. بالظبط كده، والسكر أكيد بتبصي قد إيه سكر. طبعًا ده أكيد. والصورة دي بتثبت لك كده؟ ده ايه الصورة دي كلمينا عنها؟ أنا عايزة أقول لك إن الصورة دي كانت واحدها 115 وكانت حياتها كلها بايظة، وست طيبة جدا جدا فوق ما تتخيلي. كانتش مصدقة أصلا إن هي ممكن تعمل كده، روحها المعنوية وإزاي هي اتغيرت حتى بتفكيرها. دي عندها كام سنة؟ عندها 35 سنة. 35 سنة، أوكي، إيه كانت كام كيلو بقى؟ 115. سوري، بقت كام؟ 75. 75 قعدت كام شهر تاخدها؟ هي لحد دلوقتي معانا، هي يعني عايزه تثبت وتبقى حلوه، هي لحد دلوقتي معانا بس دول شهرين. دول شهرين. Which is good, which is good, which is painful. طبعاً وكمان عايزه اقول ان الفلوس او الاقتصاد اللي اي حد لما يجي يفكر
ان هو يعمل حاجه جديده في حياته مش مكلف تماما، يبقى ايكونوميكلي. طيب انا حافظت عليها. الكورس اللي انت جايباه والاعشاب وكده، هل في اي حد لو كلمكم مثلا عنده مرض معين او حاجه ممنوع تدهوله؟ لا، ما عندناش اي موانع. انت بتتكلم لانه عشبي وامن 100%، تتكلم مع الطبيب المختص وهو بيحدد لك انت محتاج يعني ضغط، سكر، الحاجات دي لا كلها. لا، كل دي امن. لو حد عنده ضعف عضله القلب؟ لا، احنا بنشيل. اولا عايز اقول لك حاجه، انا اعرف لاعبين كوره عملوا عمليه قلب مفتوح وستيل لاعبين كوره بره. البني ادم لما بياخد الميديكيشن او بيعمل العمليه بتاعته بيبقى بالنسبه لي هيلثي. اللي عنده غده درقيه وخد الهرمون بتاعه بالنسبه لي هيلثي. اللي بياخد دواء انا بديله دواء عشان يبقى نورمال، اوكي. وبعيدا عن كل هذا، انا بديك توليفه من الاعشاب الطبيعيه الخالصه اللي تروق لكل الفئات وكل السنين، وبرده لازم بالاتفاق مع الطبيب المختص. يعني انا ممكن ناس معينه اديها الاعشاب فقط ويخسوا، ومع نظام غذائي. خدي بالك احنا دكاتره تغذيه، هننظم لك اكلك برده. واحد تاني لا، مش هينفع لانه مثلا يومه مش هينفع غير الاعشاب والنقط. واحد تاني لا، هياخد التثبيت والتخسيس. وكل ده من خلال التليفون. التليفون مع الاطباء المختصين، فريق عمل متكامل هيساعدوا كل الحالات. كل المطلوب يتصلوا ويعرفوا النهارده العرض الجميل قوي اللي انا مقدمه النهارده واللي هو الخصم. يعني انا بكلم يعني بسترس على الكورس عشان النهارده خصم مميز جدا. بس احنا معانا اتصال ناخده. منى، مساء الخير يا منى. مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ ازيك، عامله ايه؟ عامله ايه؟ والله انا كنت اخذت الكورس وخسيت الحمد لله. كنت 85 كيلو، وصلت 55 الحمد لله، وثبتت كده تمام الحمد لله. في اي اعراض حصلت؟ لا خالص. في شهرين واسبوع بالظبط. تمام. اخبار شعرك، اخبار صحتك، انت بتشتغلي في البيت، الحاجات كل حاجه تمام؟ لا، كل حاجه تمام الدكتوره. كنت باخد عادي المنتج حلو، ما كنتش بحس باي مشاكل، وبصحى بدري عادي وحلو الدنيا يعني. طب قولي لي، كنت بتتابعي معاهم كل قد ايه؟ كل 10 ايام بالظبط. 10 ايام. طب الفتره دي كلها هل حسيتي ان انت صحيا مش كويسه؟ في اي مشاكل؟ لا لا، ما فيش. انا كان المنتج بيقفل الشهيه معايا. الحاجه اللي ما كنتش يعني ايه، اللي على الاكل خفيف خالص، ما يعني ما كنتيش قادره تاكلي قوي خالص. يعني ممكن بلغي وجبه العشاء. بقى ايه؟ بلغي وجبه العشاء مع نفسي يعني. ما فيش. انت كام كيلو دلوقتي؟ انا 55. 55. وطولك قد ايه؟ 158. خلاص كده تمام ولا لسه عايزه كمان تخسي؟ لا حلو، انا بثبت خلاص. خلاص بثبت. شكرا لاتصالك. شكرا شكرا. طب قولي لي حاجه، وبالنسبه للاطفال ممكن برضو كمان؟ لا، الاطفال طبعا انا بشجع الام ان هي حد 13 سنه 15 16 سنه تسيب ابنها يكبر زي ما هو عايز. وبعد كده لقيتي ابتدى يعمل فورمه مش لطيفه وهيبقى مريض سمنه بعد كده، لا بندخن، لان الحاجات عشبيه امنه 100%. يعني الاطفال لحد 13 سنه الأطفال ان انا اتدخل فيهم. يعني الاطفال ممكن بدايه من 13 سنه يبداوا بانظمه صحيه بسيطه في الاول، وبندعمهم بان هم يعملوا رياضه، بنفهمها كويس قد ايه دور الرياضه بالنسبه للطفل، وبعدين ممكن ندخل المواد الامنه العشبيه الطبيه لان هو يتخلص من ان هو بعد ما يكبر يبقى مريض سمنه. طيب لو واحده حامل مش دايت للحامل، لكن لو هي بترضع بعد 6 شهور؟ بعد 6 شهور طبعا. البيبي اصلا اولا الرضاعه المفروض بتخسس. ان هي اصلا بتطلع كالوريز كبيره جدا. ده حقيقي، ده حقيقي. بس ولكن هو بعد ما يعني بدل ما يخسس هو بيزود الشهيه جدا جدا. ونسبه تخزين الدهون اللي بتطلع لبن بتزيد جدا جدا. انت ممكن تظبطي الكالوريز بتاعتك وتزودي كميات اللبن اللي تاخديها في اليوم، كميات الزبادي، يعني كل كوبايه لبن فيها 300 مللي جرام كالسيوم. الحاجات اللي احنا بنوجهها كده، ولكن ان انا نديكي اعشاب وانت حامل او اول 3 شهور مرضعه لا. طيب ولما حد بيتصل بيكوا انتوا بتوجهوه لدكتور، والدكتور ده هو اللي بيفضل معاه لحد الاخر خالص؟ الدكاتره بالظبط كده، يقعد شهر اتنين تلاته. بيبقى صداقه بقى. اوكي. وبيبقى معاه بقى يعني عايزه افهم يعني هيستوري كل حاجه. والكول سنتر ده لما مثلا انا كلمتكم قبل كده وعايزه ارجع اتكلم تاني متابعه،
بكلم الكول سنتر وبقول انا مع الدكتور الفلاني فبيحولوه. اه طبعا، وبيبقى في فايل لي مكتوب كل الميديكيشن كلها اللي خدها وكل السيمتومز الموجوده عنده، اي حاجه هتختص بيه موجوده، وبيبقى الريزلت في الاخر ايه اللي حصل، سبتنا ليه، زهقت، عملت ايه، عايز ترجع كام كيلو، طب الفتره دي زدت قد ايه، وهكذا. طيب كل حاجه موجوده. حاجه، انتوا عندكم تقريبا كام بيشنت؟ لا احنا كتير. كام يعني؟ يعني انا عايزه اقول ان الحمد لله احنا ممكن نخسس يعني 10,000 مثلا بير يير، يعني مع التثبيت. قد ايه؟ احنا اقوى شركه تخسيس في مصر. ايوه بقالكم قد ايه؟ انا مش حاسباها قوي لان انا يعني الفريق، انا انضميت للفريق حديثا. ولكن هي شركه كبيره يعني. اوكي، عندكم ايه، كام نفر؟ يعني عايزين نقول مثلا ان احنا 10,000 بني ادم توتالي بيبقى خاسس مع التثبيت بير يير، ده في الفايلز وتش كود يعني. يعني انا شايفه ان هي كميه حلوه جدا. طيب قولي لي حاجه، في عمر حد جاء يعني رجع عليكم قال لكم لا انا ما خسيتش؟ اه طبعا بتحصل جدا. بتعملوا ايه؟ ولا حاجه، بيخس برضه. مفيش حاجه اسمها انا مش هسيبك كده، انت اتكلمت هنا عشان الهيلب، اتكلمت من هنا عشان نفسيا ندعمك علشان تكمل الطريق. ممكن يقول انا ما خسيتش وهو زهقان، حصل له اي مشكله نفسيه وخليته يسيب الحاجه ومش عايز يكمل وعايز ياكل وات ايفر. لا يعني عمر حد مثلا جاء قال لكم مثلا لا؟ هو طبعا عك بقى ومعك. لا ايوه عك ومعك، قال لكم انتوا ما بحبوا الحبوب بتاعتكم دي وحشه، انتوا عمر حصل حاجه زي كده؟ لا قليل جدا، قليل جدا جدا جدا. طب لما بيحصل حاجه زي كده هل بتجيبوه تسمعه هو عمل ايه عشان تفهمه؟ طبعا بنسمع، ولازم يخس، مفيش حاجه اسمها يتساب كده. اتصلت هنا عشان الناس تساعد، واحنا فريق كامل لازم الحاله تتمسك من الالف للياء تخس فيها، مفيش حاجه اسمها تتساب. ما دام بتشتكي ومتضايق من حاجه هنعرف ايه، اصل ده الدكتور. انت لو رحت للدكتور بتحبيه جدا وبتفضليه واداكي حاجه، يا دكتور معلش اصل انا خدت الدواء ما جابش نتيجه، ايه المشكله؟ ده حاجه وتوصيف ادويه ولكن عشبيه تساعد على التخسيس وتخسسك 12 كيلو، فعاله جدا جدا في الشهر، بنحل كل المشاكل. ان الخسسان ما بقاش صعب، مش لازم اخش بروسيسنج عنيفه علشان اخس. عموما بجد بشكرك جدا، ربنا بجد يوفقكم وتخسسوا مصر كلها، يعني عايزين مصر كلها تخس. انا ما اعرفش المعلومات كلها بس انا يعني اراوند يو نو. بشكرك جدا جدا، شكرا. بشكرك يا مين، ميرسي. سوري. هنروح دلوقتي لتقرير فورست نوفارتس مصر نظمت مؤتمر لتوعية بمرض قصور عضلة القلب الانبساطي، وهنعرض أحدث المعالجات العلاجات في المعالجة دي. المؤتمر كان ده كان بخصوص مرض قصور عضلة القلب، وشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة جدا من الأساتذة والأطباء القلب في مصر عشان التوعية بالمرض ده. وتناول المؤتمر عوامل الخطر المسببة للإصابة وكمان أحدث العلاجات وتحسين جودة حياة المرضى. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. أي مرض يقضي يأثر في صمامات القلب، يأثر في شرايين المغذية للقلب، عيوب الخلقية اللي ممكن يتولد بها المريض. لو نوع المرض ده شديد ممكن يؤثر في العضلة مع مرور الوقت ويعمل لها ضعف في العضلة. فإذا أسباب الضعف في العضلة كتير، في أحيانا بيحصل ضعف في العضلة وراثي من غير ما يكون في سبب معين، بنعرفه بالأعراض وبنعرفه بالفحوصات اللي ممكن تتعمل. مريض قصور عضلة القلب بيواجه تحديات كبيرة جدا، بتبتدي من التوعية والتشخيص المبكر وتوفير العلاجات وأحدث العلاجات في القطاعات المختلفة. ودور نوفارتس دور مهم جدا جدا التعاون مع كل مقدمي الخدمة الصحية في مصر وعلى رسوم وزارة الصحة والجمعيات الطبية المتخصصة لدعم المرضى. لسنين طويلة كان عندنا أدوية فعالة لعلاج هبوط عضلة القلب الانقباضي، ولكن للأسف الشديد ما كانش عندنا أدوية فعالة لعلاج هبوط عضلة القلب الانبساطي. هبوط عضلة القلب الانبساطي ده ممكن يحصل نتيجة كذا حاجة، من ضمنها ارتفاع ضغط الدم ووجود تضخم في عضلة القلب، من ضمنها قصور الشرايين التاجية، من ضمنها السكر،
السمنه المفرطه، قصور في وظائف الكلى. جديد في الموضوع ان في عقار جديد، العقار ده منظمه الصحه العالميه الامريكيه في الاف دي اي وافقت عليه في فبراير 2020، ودي كانت حاجه كويسه جدا علشان في دراسه اسمها باراجونت دراسه. الدراسه دي 48,000 عيان على 43 بلد، والدراسه دي كانت طبعا بتقارن دواء كومبايند يعني في مادتين جدد مع ماده قديمه. مريض قصور عضله القلب ممكن يشتكي من اعراض كتير جدا، اهمها بيبقى كترشه النفس، كحه، ممكن الحقيقه كمان يبقى في تورم في الرجلين. والحقيقه بنقول دايما ان مريض قصور عضله القلب او هبوط عضله القلب مريض غير محظوظ، لان الوسائل العلاجيه بالنسبه له بتبقى اقل من مثلا لو خدنا على سبيل المقارنه المريض الفشل الكلوي. احنا النهارده جايين بنسلط الضوء على ابرز الجهود اللي وصلت لها شركه نوارتس، هو ان احنا قدرنا نوصل وناكد التزامنا تجاه هؤلاء المرضى، وجايين بحلول لمرضى قصور عضله القلب وتحديدا قصور عضله القلب الانبساطي، واللي بيمثل لو انا قلت في مصر حوالي 30% من مرضى قصور عضله القلب عموما.